والآن إلى سؤال اليوم وهو كالتالي: برأيك أي المنتخبات العربية المتاهلة إلى كأس العالم فيفا قطر 2022 كان الأكثر إقناعا خلال المباريات التحضيرية؟ قطر، السعودية، تونس أم المغرب؟ على أي حال ننتظر تصويتكم على الحساب الرسمي لبي إي سبورتس الإخبارية في تويتر، وبإمكانكم أيضا أن تشاركونا آراءكم من خلال تعليقاتكم على صفحة التصويت.